آلية القبول والتسجيل والفترات المتاحة للحركات الأكاديمية. الحقيقة فإن الجامعة تصدر تقويمها الأكاديمي قبل بداية العام، ويتخلل ذلك جميع الحركات الأكاديمية التي تهم الطالب وعضو هيئة التدريس. أيضا في هذا العام ما يميز الجامعة بأنها قامت بقبول الطلاب في البرامج التطبيقية مقسما على ثلاثة فصول، وهذا يعني مغايرا لما كانت الجامعة تقوم به سابقا، حيث كان القبول سنوي بالجامعة.